نقدر نعمل لوحة كاملة من غير ما نستخدم اللون الأبيض خالص؟ كويس، ما بقدرش استغنى عندك حبيبي يا غالي. اي لون لو اتخلط معاه نسبه لو حتى صغيره من الابيض بيبقى تنت، فده معناه ان كل درجات التنتس دول ما نقدرش نكونه، واللون الوحيد اللي نقدر نفتح بيه هو الاصفر. فيعني كده احنا اتزنقنا في باليت كئيبه شويه، بس خلي بالكم احنا كل ما بنضيق علينا نطاق الالوان اللي بنستخدمها كل ما بنفهم ونستوعب الالوان اكتر. ما توعشنيش انا مستني ليا كتير، انا لسه اواني ما جاش، ما تنتظريش انا لسه الغدر يسير، انا لسه غنى متحاش، ما تبعديش ما توعشنيش انا مش بكره، انا لسه انا مركب ولا بيرس، ومش ملموم على روحي ولا فاكر ولا بنساش.